اهلا ومرحبا بكم متابعي القناه. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير كيف ما وعدتكم البارح. ان شاء الله باذن الله اليوم غادي يكون واحد الفيديو غزال من الفرع الجديد ديال المحل ديال لو بافيون تورك، المحل الخاص ببيع الاواني المنزليه التركيه والمستورده اون جينيرال. المحل اللي حل فرع ثاني كيف ما قلت لكم في منطقه ديال الولفه، الطريق ان شاء الله والنات يعني ساهل، غادي نخليه لكم في الاخر ديال لا فيديو. ان شاء الله غادي يكون واحد الفيديو زوين، غنتعرفوا على منتجات جديده ونتعرفوا كي قلت لكم على الفرع الثاني ديال المحل. المحل كيحاول كل مره انه يقرب منكم بمنتجات جديده، ان شاء الله غيكونوا فروع جديده علاش لا، ودي بري فريمون زوينين بزاف. لي جيم والبارطاج، جميع المعلومات نخليها لكم في صندوق الوصف، وايضا حتى اللوكاليزاسيون حتى هي غنخليها لكم في صندوق الوصف. دابا غادي نمشيو باش نكتشفوا لهذا الفرع، هذا فريمون منتجات زوينه، واللي زوين انه فيه التحت وفيه الفوق. كلشي هادشي غتشوفوا في هاد لا فيديو، لي جيم والبارطاج، ويلا نبداو على بركه الله. المهم نبداو لا فيديو ديالنا ضروري، ونرحبوا بالسي يونس. كي داير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله وشكرا. مبروك عليك المحل الجديد، الله يجعلها عتبه ان شاء الله تكون، كنقولوا حنا مباركه مسعوده ان شاء الله بالرزق والتيسير. امين امين. واول حاجه كنبغي نرحب بجميع المتتبعين وبجميع لي كليون ديالنا، وكما وعدناكم قربنا لكم. بالنسبه لي كليون ديالنا في الولفه، دار بوهزه، هنايا حي حساني، قربنا بزاف ديال الناس اللي كانوا كيضربوا الطريق ومسافه كبيره باش يجيو عندنا. ومرحبا بكم، وكما كنوعدوكم ديما الجديد، وان شاء الله غيكونوا فروع اخرى ان شاء الله باذن الله. باذن الله لا في مدينه الدار البيضاء لا خارج الدار البيضاء باذن الله، يعني غيكونوا حتى في مدن اخرى ان شاء الله باذن الله. يلا هذا سبق. حتى في مدن اخرى ان شاء الله علاش لا، باذن الله ان شاء الله ما يكون غير الخير. ومرحبا بكم، تبارك الله عليك. كنتمنوا هذا الشيء اللي عندنا يعجبكم، وكنتمنوا السلعه اللي عندنا والاثمنه اللي عندنا يعجبوكم. لا تبارك الله المحل باش عجبني. شوفوا البنات المحل تبارك الله شحال كبير، هانتوما كيف ما قلت لكم راه فيه حتى الطابق الاول. ان شاء الله هادشي كلشي غادي تشوفوه، ياك غير لي جيمو البارطاج، وبقاو معايا وما تمشيو فين. واول حاجه كيف ما قلت لكم غادي نبداو بها هي هاد لابارتي هنا، عجباتني هاد لابارتي، درتيها في السونتر. هادي درناها خصيصا سي ميلونج، تشكيله ديال السلعه ديال 5 دراهم، وان شاء الله لي زارتيكل غادي يكثروا وغادي تكون بارك الله. يعني كلشي هنا 5 دراهم، كلشي هنايا درناه 5 دراهم. كاينه هادو ديال الثلاجه ديال العيار، هادو راه كانوا سالاو لينا. هانتوما كاينه هادي، كاينه ديال الشيف، ديال الشيف وديال الكتيب، داك اللي فيه تقدر مثلا السيده كتكتب داك الشيء اللي بغات تفكر مثلا. ها هو هذا راه كندير ضجه زوين، هذا 5 دراهم. الثمن ديالو 5 دراهم، في جوايج اخرين راه الثمن غلا، وراه كاين هنايا في الفرع الناس اللي كانوا كيسولوا عليه راه كاين تبارك الله. شيتات ديال السنان، هذه ديال العسل، منتجات كثيره. هاد العويدات هادو راه نحتاجوهم دابا باقتراب عيد الاضحى. كاين هذا ديال لي كوردون ديال السنان، هذه ديال بحال اللي كنغسلوا بها المعينات، الصابون، هذيك شناهي اخويا فازلين، حتى هو كلشي 5 دراهم. هذوك لي كورد بحال هادو حتى هما، هاد لي شيفون هادو حتى هما فنين، هادو تقريبا كاينه 3 ياك باك فيه 3، 5 دراهم. وقريب ان شاء الله غيجيو حتى دوك لي طوخشون اللي كانوا داروا درجه فنين، هادو ديال الميكرو فيبر، هادو غادي يكونوا في الغالب ميكرو فيبر. شفتو كيمشيو 3 زوينين، كينشفوا 3 وممكن يتستعملوا حتى لي بيبي. هادو كيمشيو 3 ب 5 دراهم. هانتوما نجي لكم لهاد الجهه الاخرى، شوفوا هانتوما كاين المشيطات، كاينه هادي ديال القدام زوينه، وديال الضفيرات، كاينه هادي اللي كنديروا فوق البوطه. المهم تبارك الله راه كاين يعني بامال ديال السلعه، كلشي هادشي كتشوفوا معايا هنا في لو سونتر كيبقى ب 5 ديال الدراهم. البنات غادي يكونوا بزاف ديال المنتجات معانا، ولكن غنبداو لكم بلي برودوي ستار اولا المن الجديد اللي دخل المحل. وقبل ما نبداو غادي نبغي ياك خويا يونس قلت لي غادي يكون لو كود برومو. لو كود برومو ان شاء الله غادي يكون حتى العيد الكبير. فوالا غيكون فالابل هنا في المحل وفي المحل الاخر. تماما، شوف باش نكونوا فاهمين، جوج محلات دابا لحد الساعه اللي عندنا فيهم كاع لي برودوي، لي ميم برودوي ولي ميم بخي ولو ميم برانسيب، يعني الا كان هنا لو كود برومو هنا لو كود برومو. فوالا يعني لو كود برومو عاود رجع لكم ناقص 5% على اي منتج عجبكم في المحلات كيف ما قلت لكم بجوج. غتقولوا غير حنا من طرف منى اولا لو كود برومو اللي هو منى 83 غنخلي لكم في الشاشه، وغتستافدوا من تخفيض ديال 5% فالابل حتى الليله ديال العيد، فالابل حتى الليله ديال عيد الاضحى، من موراها ما غاديش يبقى لو كود برومو. اوكي غادي نبداو دابا بهاد البرودوي هذا اللي هو هاد الكوكوت سمارت كوكوت ايديسون.
شتو كيفاش كتجي دايره؟ غادي تبارك الله. الخاصيه ديالها هي انها كتخدم بالضوء، وكتقدر مثلا كاينين هما كاينين لي فيديو ديالها اللي كيبينوا كيفاش كتخدم وكاع لي ديطاي ديالها، مي انا نعطيكم فكره عامه. يعني تقدر تخليها في الدار ومثلا تقول لها هي على اساس تبدا طياب مور ساعه ولا مور ساعتين ولا يعني ماشي ديك الساعه تبدا لا بروغرا، يعني تقدر انت كنخرج ومن مور تغسل البريز كتخدم فوالا، كدير لا بروغراماسيون، تقدر تخدم من هنا ساعه من هنا ساعه ونص ياك مثلا فوالا، ومثلا كتخيل واحد الوقت ديال الطياب وكتطفى بوحدها. وهنا كما كتشوفوا راه كيعطيكم لي بوسيبل، الا بغيتي اللحمه تورك على هذه، الا بغيتي كاين بزاف ديال فوالا، كاين لي سوب، كاين الروز، كاين مثلا اللوبيا، الدجاج، البواسون، وكل حاجه ممكن تخدمي بها بزاف ديال الحوايج. فوالا كاين لي مقلات اللي كتبغي مثلا تشحر الحاجه ولا تحيد منها مثلا المرقه، ما تكونش ما تبقاش فيها المرقه بزاف، كاين اوتخ، يعني تي كتبروغرامي بروغرام واحد اخر. وهذه قلتي لي جبتي انت العبار اللي مطلوب بزاف، اللي مطلوب بزاف اللي هو 8 لتر، 8 لتر كاين فيها كبر وكاين فيها صغر، غير هو العبار اللي كيديو الناس بزاف هو هذا اللي كيكون متوسط. اييه، وكنبغي نحدد باللي هذه فيها كميه محدوده فوالا، ما فيهاش بزاف اللي سبق، ودائما غتستافدوا من لو كود برومو، يعني هي نورمالمون الثمن ديالها 800 درهم، ولكن بلو كود بلو كود برومو ديال ناقص 5% غتقام عليكم برخص. شتو هذه من الجديد اللي دخل المحل اوتوماتيكمون، غادي ندوز لكم حتى لهادو، هادو اللي كان عليهم اقبال ودابا غيزيد يكون عليهم اقبال، لانهم هي دابا انا ماما خداتها ولات اي حاجه كتجيبها كتجيبها حبوب، ما بقاتش كتجيب الا القمح مثلا التوابل، كلشي ولات كتجيب وصين. وراه كنت واحد المره بارطاجيتها معاكم وكطحن كلشي في الدار على يديها. عندهم هنايا ثلاثه ديال الاحجام كيف ما في المحل اللي صورت لكم، حتى هنا كاين ثلاثه الاحجام، كاين الحجم الصغير ديال 600 درهم 600 درهم، الحجم المتوسط 800 درهم، والحجم الكبير 1000 درهم فوالا. وكيف ما قلنا هذا كيبقى فيكس، لافونتاج ديال هاد الجوج هو انك كتقدر تحركهم دابا الصغير بوحدو اللي كيبقى فيكس ياك هذا الحجم الصغير، هادو كيدوروا تمشي هكا وكتمشي هكا، شو ما كيتصداو ما والو، وكتعطيو معاهم ياك داك الموس ديال لي شونج، كيعطي الموس ديال لي شونج والبانسو ديالو فوالا. وبالنسبه للاثمنه 600 درهم، الحجم الثاني 800 درهم، والحجم اللي كبير يعني تقريبا اللي كتقدر تطحن لكم حتى الكيلو دايره 1000 درهم فقط. قبل ما ندوز لكم لي اشوار، بغيت نوريكم هاد الاله هذه اللي كتخدم بالبخار، اللي كتبخر لنا مثلا اللحوم او الخضار، زوينه بزاف. ها هي هنايا يعني صحيه، كتبين فانيس هنايا، ها هي هيلثي ستيمر، هذه البنات عنده فيها ثلاثه ديال الطوابق بلس هاد بحال الطبيسيليه لداخل. شتو ثلاثه ديال الطوابق، نورمالمون كنا كنلقاوها في الاسواق ولا في المحلات كيكونوا فيها غير جوج ديال الطوابق، وكيكونوا صغارين اولا ثلاثه صغارين، هذه فيها ثلاثه كبار. ولافونتاج اون بلاستيك ماشي الزاج، يعني ما تخافش تهرس لك ولا تشقق ولا يعني بعض المرات كي عندك الحق القضيه ملي تيكونوا ثلاثه كتخاف ان وحده تزلق لك اولا هذا مشات. هذا كيف ما كيبان لكم داك البلاستيك القاسح، لا مارك ايديسون كيف ما كيبان لكم حتى هي، وكنقولها وكنعاودها دابا جاي الصيف فريمون شي حاجه زوينه بزاف، يعني دابا لقيتها للناس اللي كيبغيو يبخروا هكا الخضر كيف ما قلت لكم، اللحوم، الاسماك، فشي حاجه اللي زوينه بزاف كتعاونكم. والثمن ديالها 350 درهم ياك، ودائما اخويا يونس مع لو كود برومو كتقام عليهم برخص. ضروري فوالا. من هاد الاله ديال البخار غادي نمشيو لي اشواغ انتوما ديال المانيا، هادي راه عندي انايا زعما شاهدتي فيها مجروحه، واعره واعره واعره. هاد الهاشوار هادي كتهز 2 لتر فوالا. صراحه الناس داو ديال 2 لتر وداو ديال 3 لتر، 3 لتر ما بقاتش ريبتور مي غتعاود تجي. هادي ديال 2 لتر بارابور الكميه اللي كتهز مع الواط 500 واط راه ممتازه، ما كاينش زعما شي حاجه اللي كثر من فوالا، لا زوينه بزاف. بالنسبه للماده اينوكس، اينوكس واللي عجبني فيها حتى عندي في الدار هي اينوكس، يعني ما كترش لك، وهنا هذا الفوقاني هذا كيبان لك داكشي كيفاش تطحن فوالا اون بلاستيك، داك البلاستيك اللي كيبان بحال الزاج كيف ما كيبان لكم، كيف ما كيبان لكم جيرمان لاب، ها هي البنات ديال المانيا، شي حاجه فريمون طوب. وبالنسبه للثمن ديالها كتبقى ب 200 درهم 200 درهم. نكمل معكم البنات في المنتجات الجديده اللي غتلقاو ان شاء الله في المحل، غير الاشاره المحل كيحل من 10 الصباح حتى ل 8 ياك 8 ونص 8 8 ونص ديال العشيه، كيخدموا اونتخ ميدي دو حتى هما، وحاليا ما عندهم حتى شي جور دو غوبو، يعني سبع يعني كيف ما كنقولوا طوال ايام الاسبوع. غادي ندير لكم كيت لكم بهاد القريعات اللي زوينين عجبوني، تقدروا مثلا تاخذوا جوج، وحده في هاد لا كولور هادي وحده في البرونز، مثلا هادي ديروها مثلا للزيت الروميه، وهادي ديروها للزيت البلدي، هذه اللي زوين فيها انها كترش البنات. شفتوا
زوينه بزاف والشكل ديالها انيق جدا. هادو الثمن ديالهم كيبقاو ب 20 درهم. ايضا دابا الصيف صيف كيف ما كنقولوا ضروري، انا دابا ما كنخرجش بلا قريعه ديال الماء. هادو الزوين هاد القريعات ها هي مكتوبه فيها هنايا ماي بوتل، واعرين واعرين الشكيلات اللي فيهم، ياخذهم الوليدات والبنيتات يعني ليك انتيا او لديها يعني تاخذيها لوليداتك زاج دائما. واللي زوين انك تغطى بحال هكا يعني كتحافظ على مثلا الا كنتي دايره شي حاجه بارده كتحافظ عليها. كاين في المارون في هاد لا كولور هادي، في لو غري او في لو نوار كي كليكم تاخديها انت يعني لي زادولت والوليدات الصغار. والثمن ديالها كتبقى ب 15 درهم. شتو كتبقى ب 15 درهم. كاين ايضا هاد لي مول هادو، يعني كاين لي مول ديال الزاج، هاد ستيل بحال كنقولوا حنا البايركس، كاين احجام كثيره فوالا. بحال دابا كاين هذا ب 60 درهم اللي كيجي كبير ديال لي طارت، كاين هذا اللي كيجي اوفال وحتى هو كبير حتى هو 60 درهم. وكنذكر دائما الاثمنه اللي كنقول دائما افيك كود برومو ديال منى 83 كتستافدوا من تخفيض ديال 5%. يعني ملي كتوصلوا لاكيس كتقول لهم غير منى 83 غير منى 83 اوتوماتيكمون على كل منتج عندكم تخفيض ديال 5%. كاين ثاني هاد لي مول هذا باك كيف ما كيبان لكم، فيه جوج ديال لي طارتو ديال لي كيش. هذا الثمن ديالو جوج كيف ما قلت لكم ب 95 درهم، 95 درهم لا مارك بوركام. كاينين ثاني هادو، هذا هو الصغير ديال هذا اللي وريتكم ب 60 درهم، هذا الصغير ديالو الثمن ديالو 40 درهم. يعني بغيتو باك راه كتاخذوا هادوك، بغيتو كل واحد بوحدو راه كيتباع انديفيديوال. عاد غادي نجي لكم هنايا لهاد لي مول هادو ديال الجرانيت، شي حاجه زوينه ثقيله راه كنت وريتهم لكم في المحل الاول ديالهم. دابا هنا حتى هنا كاينين الشكيلات كاملين وعندهم نفس الثمن. شوفوا البنات ولاو كيعجبوا تبارك الله، هادشي ديال تركيا كيعجبوا في هاد لي مول ديال الجرانيت غزالين، وكل واحد بيان سيغ الزواقه اللي فيه. وكنبغي نحدد بلي هاد لي مول هادو الناس خصهم يردو منهم البال، حيت خرجوا بزاف ديال لي مارك التقليد التقليد، وماشي نفس لا كاليتي وماشي نفس منين جايين. هادو ديال لا تركي هاد الشركه راه معروفه، يعني ماشي نفس لا كاليتي وماشي نفس المصدر، ماشي نفس المصدر فوالا. ردوا البال باش غادي يعرفوا نورمالمون. هما دابا المشكل حتى باش غادي يعرفوا حتى هادوك اللي كنهضر زعما هادوك لا كاليتي اللي كنهضر عليها حتى هي ثقيله. فهمت واش فهمتي؟ ولكن في الكيكه ما كتخرج، خصك ضروري دير فيها الكيكه باش تعرف واش تشري هاد تجرى السيدات. دابا ديما شوفوا لومبالاج واش صنيعه في تركيا ولا لا، حيت هادو ديال الكرانيت تعرفوا بلا تركي ديال لاشين شوي كيكونوا ثقال، ولكن ما كيخرجوش لك الكيكه بحال يعني لا كاليتي الجوده ما كايناش، تيكونوا غير ثقال تما باش الناس كنقولوا حنا يتزرفوا، حيت ملي كتهزي الكرانيت نورمالمون خصو يكون ثقيل. شتو المهم غير ردوا البال لومبالاج، سورتو هذا لومبالاج شوفوا واش صنيعه في تركيا غير باش ما تزرفوش. حنا هاد لي زاستيس وهاد المعلومات كنقولوها لكم يعني بالنسبه للناس واخا ما غيشريوش من المحل باش ما يتزرفوش. بالنسبه للاثمنه ديالهم غتشوفوا معايا كاين اشكال كثيره، الثمن راه كله ثمن واحد 160 درهم، ولكن كنبغي نذكر بلي بلو كود برومو كيبقى تقريبا 150 152 درهم. فوالا شتو انتم يعني افيك لو كود برومو كتقام عليكم برخص، يعني نورمالمون ب 160 كتنقص عليكم كتولي قلتي ب 150 152. كلشي تبارك الله غادي يكون فيه التخفيض. وكنعاود نذكر لو كود برومو غادي يسالي ليله العيد، يعني عندكم من دابا حتى الليله ديال العيد الاضحى ان شاء الله اللي يوصلنا ليه بخير وعلى خير، غادي تبقى لو كود برومو فالابل في المحلات بجوج. هاد لابارتي بغيت نوريها لكم، كاين بحال هاد لي غادجيت هادو اللي كنا لقينا، هاد الفراقات هادو بالسيراميك وبالعود اللي كانوا يوسف في المحل الاول 160 درهم. كاين المباخره تاع البنات 100 درهم. ومن بين لي زارتيكل الجداد هما هاد كيف ما كيبان لكم بحال دابا هاد الطقم هذا اللي كيجي الطبسيل مثلا ديال الكيك بالغطايه ديالو وكيمشي مع شحال من الطبسيل 6 ياك 6 شفتوا واحد لا كاليتي اللي هي مزيانه زوينه وستيل كيف ما كيبان لكم شانيل. والثمن كيبقاو ب 250 درهم. كاين هاد لا ديكو هادي الثمن ديالها 80 درهم. كاين هادي زوينه سورتو الا كان شي كيك شي حاجه غير صغيره زوينه الشكل ديالها كتبقى فقط غير ب 70 درهم. وعاد كاينه هاد الفراقه هادي الثمن ديالها 130 درهم. وكاينه هاد الستيتو بحال ديكوراسيون الثمن ديالها 140 درهم. غير الاشاره هادو كميه محدوده يعني ما فيهمش بزاف، كميه محدوده. نكمل معكم البنات في الجديد، كاين ثاني حتى هاد لي زارتيكل زوينين اللي باغي كنشوفهم كنشوفو الصيف. شوفوا معايا بحال دابا هاد الطقم هذا كيبان لكم بالبلاطو ديالو ديال البومبو مع اربعه ديال الكويسات. شوفوا الستيل ديالهم كيفاش كيجي داير فنين، العصير الديتوكس
غزالين. داك الماء اللي كنديروا مثلا كنديروا فيه الماء والنعناع والحامض وشويه الثلج، يا سلام. وكيجي معاهم لا كاغاف ديالهم بحال هكا، وباش زوينه البنات كتغطى. شوف كيفاش كيجي داير الطقم، كيبقى الثمن ديالو ب 200 درهم 200 درهم، ودائما افيك كود برومو كيتقام عليكم برخص. عاد كاين هادو عجبوني، ياك هدايا كتجي اما سوطاس اما كتجي بحال غطايه. اييه غير هذا، يا اما كتحطو بحال هكا يا اما كتحطو بحال هكا. شفتو غزال هما اصلا. شوفوا فوالا شو الستيل ديالهم، ملي كتكبي فيه شي عصير ولا شي حاجه كيبان بحال فيها داك الطريف ديال الفاكهه الوسط. غزالين هادو شحال؟ 35 لواحد، 35 درهم لواحد. وعاد كاين هادو ثاني زوينين كويسات بلي ماك ديالهم، شفتوا غزالين غزالين فنين، حتى هما الثمن ديالهم 40 درهم لواحد، وفيهم لي موتيف كيف ما كيبان لكم، الدلاح الفريز الحامض، فريمون شي حاجه زوينه. ايضا كاين هاد لي كاغاف هادو لي كبارين تبارك الله دابا العصير، شفتوا الثمن ديالهم 35 درهم. كاين هاد لو ستيل حتى هو 35 درهم، كنتمنى يكون باين ليكم. كاين هاد الكيسال الكبار حتى هما جوج ديال الشكال، 13 درهم 13 درهم. شوفوا تبارك الله قداش يعني هميزات زوينين، كيبقاو فقط ب 13 درهم. وقبل ما ندوز ليكم لي ميغوار، بغيت نوريكم واحد الكرسي عجيب. الكرسي هذا راه معروف وداير ضجه، زوين صحيح تبارك الله، يعني كيتجمع ياك؟ كيتجمع. هانتوما وريه وريه ليا غير في الباكي اخويا يونس، هانتوما باش نكيتو باش عرفتو بلي هو نورمالمون بحال هكا، وملي كيتجمع تيولي بحال هكا. شفتو تقدر تديه معاك الا كنتي مسافر ولا الجامع ولا سد الدراري الصغار هكا في الدار، او لا علاش لا زوين، ولا في الحمام السيدات اللي كيبغيو يديو معاهم الحمام، حيت ملي كيتجمع حيت هو اصلا كله بلاستيك، وملي كيتجمع تيولي كيولي بحال الرويضه ياك صغيره. يعني ما كياخذش حتى مساحه في الطوموبيل. تبارك الله عليك. الثمن ديالو شحال كيبقى هذا اخويا يونس؟ الثمن ديالو 130 درهم. 130 درهم البنات، هذا كيبقى ب 130 درهم. من الكرسي العجيب دابا غنتقل لكم لهاد لي بلاطو ميغوار اللي جبتي فيهم اخويا يونس تشكيلات جداد. تشكيلات جداد وتقريبا راه شوف راه كاينه شي 10. انا غنوريكم، شوف غنوريكم هاد الشكل من هنا سير هنا، غير بقاو معايا. انا عجبني هاد الموديل هذا، شفتوا كيفاش كيجي داير؟ تيجي رائع. كاين هاد لو ستيل، كاين هاد لو ستيل هذا، شفتوا كاين هاد لو ستيل، هادو اللي كتشوفو معايا في الدوغي، هذا في البرونز والبيض، وثمن واحد. كاين تاني هاد لو موديل هذا، كاين هاد لو موديل يستعملو الحلويات، يستعملو مثلا دوك مثلا لي بارفان، مثلا اي حاجه تستعمليهم فيها زوينين. عاد تاني كاين هاد لو ستيل، شوفوا شحال فنين، ثمن واحد 40 درهم فقط، ودائما افيك لو كود برومو كلشي كيتقام عليكم برخص. هانتوما هادو كلهم شكيلات فنين ديال هاد لي بلاطو ميغوار. شوفوا هذا شحال غزاله، شوفوا زوينين فنين، اللي بغاتها كلها في الدوغي. كلهم كيبقاو بالثمن ديال 40 درهم. هنا البنات بغيت نوريكم الفريرنات اللي من الجديد اللي دخل المحل ديال لو بافيون تورك. هذاك هاد الفريرنات هادو ديال الضو كيف ما كيبان لكم هنايا، هانتوما صنعه في تركيا، لا مارك تيفو ياك. اييه فوالا، هادو جبتي فيهم ثلاثه الاحجام. ثلاثه الاحجام، كاين هذا الصغير فيه 42 لتر، وهذا لا كاليتي ديالو راه فيه كاع لي سيرتيفيكا ديالو معترف به. هاي شفتي يعني فوالا، هاهي لا كاليتي ديالو ما فيهاش نقاش وما فيهاش شك. كاين 42 لتر، كاين 50 لتر، وكاين 70. فوالا، يعني بحال كاين الصغير وكاين المويان والكبير. فوالا نشوفو غير من الداخل كيفاش داير، الا كان محلول دوبل فيتراج، حتى هو فيه دوبل فيتراج. فوالا، وفيه بحال لاطا مدوره ولاطا مربعه، وعاد هادي شفتو هانتوما. يعني كي قلت لكم ثلاثه ديال الاحجام وشي حاجه فريمون زوينه، حاولوا الناس اللي بغاوهم ياخذوهم، لان هذا الشيء قلت لك اخويا بعض المرات الحاجه كتمشي ما كتعاودوش ترجع، ما كنلقاوهاش وما كنلقاوهاش، ولا الثمن ديالها كيتزاد وحنا ما نقدروش نزيدو على لي كليون ديالنا. يعني فوالا الثمن اللي خصنا نقولو هو اللي كيبقى، فهمتي؟ تماما. المهم هما البنات ثلاثه ديال الاحجام، بالنسبه للحجم الصغير هذا داير 700 درهم، بالنسبه للحجم المتوسط داير 800 درهم، وبالنسبه للحجم الكبير ياك 900 درهم اللي هو 70 لتر ياك. فوالا، من الفريرنات دابا غندوز لكم العجانات اللي تا هما كان عليهم طلب.
لا مارك ايتيمات اللي كنعرفوها يعني حتى هي ديال تركيا ومعروفه بالجوده ديالها روبوست، يعني شي حاجه اللي فريمون صحيحه ومزيانه ومطلوبه والناس يعني كيشكروها بزاف. بالنسبه لهاد العجانه قلت لي متوفره غير في غير في اللون الرمادي فقط غير في الكري، هي متوفره في الالوان كامله، ولكن حنا تعمدنا اننا نجيبو غير هذا اللون هذا حيت الناس كيبغيو غير هذا اللون. تقريبا كاين لون غوز كاين لون احمر، ولكن الناس حيت الكري كيبغيو الكري يمكن حيت كيمشي مع اي لون ديال لا كويزين يمكن كيجي فيها زوين، على حسب مثلا الثلاجه وعلى حسب البوطه يمكن مطلوب هذا اللون بزاف. المهم ها هو الشكل ديالها باش عجبني، حتى هاد حتى هاد ديال هاد القدر هذا ديالها بليديدات، شو الديزاين زوين. سبعه يطرو شحال كتبقى؟ الثمن ديالها 1000 درهم. 1000 درهم فوالا، وكيجيو مع هاد لي زاكسيسوار اللي كتشوفوا هنايا. الثمن ديالها 1000 درهم، وكنذكر لا مارك ايتيمات. مباشره غادي ندوز لكم لهاد لي تيرموس، شوفوا معايا البنات راه باقي غير لي جيمو البارطاج، باقي غنطلع لكم حتى للطبق الاول اللي خصو كله المواد التنظيف، غتشوفوه معايا ان شاء الله. بالنسبه لهاد لي تيرموس كيمشيو جوج، واحد كبير وواحد صغير بحال هاد الستيل المرخم 120 درهم. كاين ثاني هاد لو ديزاين هذا اللي كيجي انيق جدا، شوفوا معايا هاد لاتوش في الدوغي كيفاش كتجي دايره، هذا فيه البلون وهاد اللون هذا اللي هو باش فوالا، هذا راه بيج البنات ما عرفتوش باين لكم، عاد كاين الابيض ديالهم كيبقاو حتى هما جوج بالثمن ديال 120 درهم. وعاد كاين هاد لو ستيل هذا اينوكس، كاين هذا وكاين هذا، كاين هاد لو ستيل هذا جوج كيبقاو ب 150 درهم، وهاد لو ستيل هذا فيه هادي كتورك اها كتكب كتورك كتسد كتسد زوين الستيل ديالها، وحتى هي راه كتهز غير هو داير بحالهم مفطح شويه، هادو تيجيو طوالين شويه تيجيو بحالهم مفطحين، تا هو فيه الكبير والمويه، هادو الثمن ديالهم 170 درهم. قبل ما ننتقل لكم البنات لي كسكسيا والطاجين وهذا، بغيت غير نوريكم هاد لي باربيكيو اولا الشوايات، هما متوفرين عندهم بثلاثه ديال الاحجام، وفي الغالب اغلبيه السلعه اللي كتشوفوا معايا هنايا في المحل اولا في الفرع ديال الولفه الجديد غادي تلقاو حتى في الفرع الثاني. شفتوا كيفاش كيجيو دايرين زوينين، كيجيو برجيلات بليابل، يعني حتى ملي كتكملي منها او كتبغي تغونجيها ما كتاخذش لك لاسباس، وايضا ملي كتبغي تستعملها ما كتعذبكش لان عندها رجيلات. كاينه في ثلاثه ديال الاحجام، الحجم الصغير كيبقى ب 130 درهم، الحجم المتوسط كيبقى ب 150 درهم، والحجم الكبير وكلهم كيجيو على هذا الشكل هذا حتى كلهم فيهم رجيلات بليابل كيبقى ب 190 درهم. وكنذكر افيك لو كود برومو كيكون تخفيض، يعني كيكون واحد التخفيض اللي هو زويون. غير قبل بغيت نقول لهم هادو شحال كيبقاو، هادو ديال العطريه زوينين، هادو غادي يحتاجوهم هادوك في هاد الوقيته 80 درهم، 80 درهم شحال فيها 12 ياك، فيها 12 12 شوف النين كيبقاو ب 80 درهم. عاد غادي نجيو دابا لهاد لابارتي هادي اللي فيها لي كوسكوسياغ وايضا فيها الكوكوطات، غادي نبداو بعدا بهاد الستيل هذا، بدا هادو كاينين متوفرين ياك طواجن هاد لي دو طاي هادو ولي كولور كاينين في الكري وكاينين في هذا اللون هذا، يعني هاد لي طاجين هادو ديال اينوكس وكاينين واحد ستيل هذا ديال غرانيت ياك، هادو البنات كاينين في جوج الالوان، هاد لا كولور ولو كري، هادو غرانيت من برا ومن الداخل فوالا، ولو كري حتى هو بحالهم ولا اينوكس لا بحالهم حتى هو غرانيت. المهم هاد لو ستيل هذا كيبقاو بالنسبه للكبير كيبقى ب 250 درهم، وبالنسبه لهذا الصغير هذا 26 سنتيمتر هذا كيبقى ب 200 درهم. نجيو هنايا لي كوكوت، حتى هما هادو حتى هماش غرانيت من برا ومن الداخل فوالا، يعني غير الغطايه اللي اينوكس فوالا. شفتوا كيفاش كتجي دايره، هانتوما فوالا، هادي 6 يطرو كيف ما كيبان لكم، وكاينه 4 يطرو وكاينه 3 يطرو، كيبقى لكم الاختيار. ديزاين ديالها انيق جدا وحتى اللون غزال، وكتجي فيها الصفاره ديالها معاها فوالا انتيغري، فيها ثلاثه الاحجام كيف ما قلت لكم. بالنسبه للحجم الصغير كيبقى ب 500 درهم، بالنسبه للحجم المتوسط كيبقى ب 570 درهم، والحجم الكبير كيبقى ب 630 درهم. ودائما افيك لو كود برومو كما العاده راه كتقام عليكم برخص، لو كود برومو هي مونا 83، غير توصلي لاكيس قولي لها غير مونا 83 وغتستافدي من التخفيض ديال 5%. نجيو لهاد لي كوكوط هادو ديال اينوكس، شتو كاين هاد لو ديزاين هذا، هادو اينوكس ليفرتور اوتوماتيك من برا ومن الداخل، بقى فيهم عبار واحد هو 4 لتر مي غايجيو العبارات الاخرين فوالا، غيكونوا متوفرين من بعد ان شاء الله. وهادي اينوكس من برا وغرانيت من الداخل فوالا، هادي هي كان عليها طلب، كنشوف بزاف ديال السيدات كيبغيو هاد الغرانيت، كنسالو لينا العبارات كاملين مي دابا راه كاينين ديسبونيبل 3 و4 و6 فوالا. وهادو البنات راه ديال المانيا، يعني كاين هذا ديال 6 يطرو
وكاينه هذه ديال 4 يطرو وكاينه هذه ديال 3 يطرو. بالنسبه للاثمنه كيف ما قلت لكم اينوكس من برا وغرانيت من الداخل، صغيره 450 درهم 3 يطرو، 4 يطرو 500 درهم، و 6 يطرو 600 درهم. وبالنسبه لهذا لو ستيل هذا الثمن ديالها 550 درهم هذا لو ستيل هذا. شفتوا عاد غادي نكمل معكم هنايا بهاد الكاسرونات هادو. هادو شحال كيمشيو من واحد؟ وحده ياكل كتمشي لوحده هادي. هادي كتمشي وحده. كتمشي لوحده. عندها الغطايه ديالها. فوالا. كل ها هي. فيها ثلاثة ديال العبارات. شفتوا يعني العبار الكبير داير 150 درهم. العبار المتوسط داير 140 درهم. وكاين العبار الصغير داير 130 درهم ويمكن فيها اللوينات ياك فيها الكري يمكن وهذا اللون. فيها الكري وفيها البيج وفيها هذا اللون. فوالا ثلاثة الالوان الكري البيج والبوردو. هنا البنات بغيت نوريكم ايضا من الجديد، هما عندهم هاد لافخيتوز هادي راه جابوها، كنت وريتها لكم في المحل الاول، جابوها البنات حتى في هاد الفرع هادي. دابا البنات اللي كيكونوا نورمالمون كيتفرجوا يعني في اليوتيوب اولا في مواقع التواصل الاجتماعي راه كتخرج لكم في لي زانونس يعني من الجديد لا طوندونس اللي خرجات هادي باش زوينه كتجي على ستيل مغميط. فيها البنات هنايا هاد المقياس اللي كيوريك درجه الحراره المناسبه، لان كاين بعض الوصفات اللي كتخصهم واحد درجه الحراره معينه، فهنا كيف ما كيبان لكم كاينه من صفر حتى 200 درجه هانتوما. واللي زوين انك كتقلي ما كيطرش عليك هذاك الشيء اللي كيتقلى، وبعض المرات كاين شي غوسيت مثلا اللي كتبغي تقلي وانت ساده فكتسد وعاده فيها هاد البلاصه هذيك الحاجه اللي كتقلي تحطها هنا تقطر كتسقطر يعني بحال ثلاثة في واحد كيف ما كنقولوا. شتو كيفاش كتجي دايره غزاله، وحتى هي الثمن ديالها 300 درهم، وكنذكر هذه اينوكس اينوكس من برا ولداخل. فوالا ايضا من الجديد هي هاد المقله العجيبه اللي والله خرجت حتى هي لا طوندونس، والله الا شفتها غير البارح قلت لخويا يونس كنت شفتها غير البارح في لي زانونس ديال اليوتيوب، حتى هي زوينه بزاف كتجي ديال الجرانيت المقبط ديالها ديال العود وفيها 4 ديال البليصات. بحال دابا بغيتي طيبي مثلا البيض كطيبي 4 مثلا في دقه واحده كل واحد مثلا، سورتو اللي بغى يدير مثلا مثلا دوك لي هامبرغر اولا لي كريب اولا حتى البغرير علاش لا تجي فيه دوك الاحجام تيكونوا صغارين. المهم كطيبي 4 الوحدات في دقه واحده، والثمن ديالها كتبقى ب 130 درهم. لا جيم والبارطاج ما كاين غير الجديد. من هذا الجديد هذا غادي ندوز لكم الهادي، هادي راه كنا وريناها في الفرع الاول دائما كنا كنصوروها، ها هي متوفره في الفرع ديال الولفه. هادي فيها 5 ديال البلايص كيف ما كيبان لكم ها نتوما، فيها 5 شفتوا يعني كتقدري طيبي 5 ديال الحويجات في دقه واحده. فن 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 حتى هي بالنسبه ياك بحال الطيفال ياك هادي فوالا بحال ستيل ديال الطيفال ما كتلصقش، والثمن ديالها 210 دراهم. كاين حتى هادي البنات هادي كتدخل الفران فوالا كتحيدها يمكن غير هاد هادو ديال السيليكون وكتدخل الفران، زوينه الشكل ديالها حتى هي الثمن ديالها 260 درهم، وممكن تحطها حتى فوق البوطه وطيبي فوق منها. المهم عندها عده استعمالات. كاين البنات حتى هادو كيف ما كيبان لكم هاد لي بانيني كاين من 130 درهم بحال دابا هاد الصغير هذا من 130 درهم، كاين هذا 420 درهم على حسب الحجم ديالو ولا كاليتي ديالو، هذا 400 درهم هذا حتى هو 420، وهذا كبير ثاني هذا ديال ايطالياك هذا تيفان فوالا الثمن ديالو كيف ما كيبان لكم 400 درهم. هذا كيجي بانيني وكتقدر تجي تمشوات تشوي فوق منه فوالا. الماكينه الصابون العجيبه راه كاينه متوفره البنات عندهم في الفرع الثاني، شفتوا كيفاش كتجي دايره، باقا عندهم في لو غوز وفي لو بلو كيف ما وريتها لكم المره الاولى. والثمن هذه نقصتي شويه في الثمن ديالها ياك الثمن هذا اون بروموسيون 550 درهم 550 درهم. هذه زوينه الملابس الداخليه الملابس ديال البيبي اللي ما كتبغيش يعني تخلطيهم مع الملابس ديال الكبار لي فولاغ ناس عاد كيكونوا فولاغ ديال الحرير تقيشرات شي حاجه اللي كتوضر بعض ما كتكوني مزروبه غير بشي بياس وحده كتبغي تصبنيها، هذه زوينه بزاف الثمن ديالها 550 درهم. دابا غادي نجيو لي كوسكوسيير ما بقاوش الاحجام الاخرين، لا هاد الساعه كاين الحجم الصغير ولكن قريب ان شاء الله غيجيو كاع الاحجام ديال الغرانيت فوالا. يعني دابا حاليا بالنسبه لكوسكوسيير ديال الغرانيت متوفره غير 6 يطرو، ولكن هذه راه الطوب منها كوسكوسيير ومنها مغميط، لان كي ملي كتحيدي هذا وكتغطي هاد التحتاني كتولي بحال كميله صغيره فنه فنه فنه. والثمن ديالها 370 درهم ديال الغرانيت، متوفره كي قلت لكم غير هذا الحجم وغيدخلوا ان شاء الله الاحجام الاخرى. البنات لهاد الجهه باش نوريكم لي كوسكوسيير ديال لينوكس فيهم غيوريكم خويا يونس ياك خمسه العبارات خمسه العبارات فيهم هادو الصنع ديال تركيا اها اينوكس فيهم خمسه العبارات
كاين العبار الصغاور، نبداو من العبار الصغاور 190 درهم، تابعو 210 درهم، 230، 250، واكبر عبار وهذا 300 درهم، 300 درهم. هادو ديال اينوكس كيف ما كيبان لكم، وفيهم ديك لاتوش ديال الاحمر كيبان انيق جدا. عندكم الاختيار ما بين هاد لو ستيل وما بين لو ستيل ديال الكرانيت، غير هو الكرانيت كيقول لكم بقى فيه غير الحجم الصغير، ولكن الاحجام الاخرى المتوسط والكبير غادي يدخلوا ان شاء الله في الاسابيع الجايه. البنات غادي نجي لكم واحد لابارتي، غادي نبداو بعدا بالبشاير ديال العيد الكبير اللي هما جناوه والماس وهاد المضايه هادي، شفتوها ها هي اللي عنده كاع شي ماس وبغى يمضيهم. هادي زوينه بزاف، هادي تبقى عند السيده العام كامل، خصها تبقى في تيغوا حيت الماس كيف كيحفى وكيف قصوك، هادي خصها تبقى ديما عندك. هادي زوينه 20 درهم البنات، كاينه في اللوينات يعني على حساب لا كولور ديال لا كويزين ديالك. زوينه هاد القضيه. وعاد عندكم هنايا الجناوه اللي كيكونوا كبارين، وهنا كاين باك ديال جوج، وكاين حتى المقدات ياك فوالا. يعني بالنسبه وريتكم الباربيكيو، دابا وريتكم المضايه، وريتكم هنا هاد الجيه اللي خاصه كيقول لكم بالماس. بالنسبه لهاد الستيل هذا مثلا هانتوما كاين 25 درهم، نتمنى يكون باين ليكم. كاين 80 درهم بالنسبه لهاد اللي كبير ديال الذبيحه جو بونس. هذا كاين هاد لو باك اللي كيجي فيه واحد كبير وواحد صغير ب 30 درهم. وعاد بالنسبه لهاد المقدات كاين الحجم الصغير ب 55 درهم، والحجم الكبير داير 90 درهم. ايضا كاينه هاد البلاصه هادي فيها المقيلات، يعني كاين لارج شوا بالنسبه للمقيلات، ولكن اللي زوين فيهم انهم اغلبيتهم ديال الجرانيت، شفتوا يعني الديزاين اللي خارج. دابا كاين حتى هما فيهم الاحجام، بحال دابا الحجم الكبير هذا كيف ما كيبان لكم داير 150 درهم، انا غادي نبعد باش يبان لكم اكثر. كاين الحجم اللي تيجي صغر منه شويه داير 130 درهم، شفتوا ها هما. عاد كاين ثاني هاد لو ستيل هذا اللي كيجي ماشي بحال هكا، هذا كيجي غارق شويه، هذا لا، هذا بالنسبه ليا لي كريب والبغرير، هذا الثمن ديالو 80 درهم. كاين هذا اللي صغر منه شويه الثمن ديالو 70 درهم، وهذا كاين هذا 65، وهذا كاين هذا الحجم هذا 60 درهم. ودائما افيك لو كود برومو راه كيتقامو بارخص. هذا كاين هنايا البنات ثاني هاد المقلات العجيبه اللي كيف ما كيبان لكم فيها سبعه ديال العيون، حتى هي زوينه بزاف، لي كريب والبغريرات الصغيورين والبيض، الثمن ديالها 90 درهم. كاينه البنات هادو حتى هما الثمن ديالهم، هادو كي قلت لكم كاينه ديال 70 وكاينه ديال 80 درهم. وكاينه هاد الجهه جو بونس هادو نفس العبارات، شفتوا. المهم هاد الجهه كلها كيف ما كيبان لكم ها هي فيها خاصه بالمقالي والماس كيف ما كيبان لكم، والمقالي الاحجام ديالهم كامله ديال الجرانيت. نطلع الفوق البنات، بغيت غندير لكم واحد الجوله بحال هكا باش تشوفوا معايا هاد البلاصه، القريعات ديال الزاج بالاحجام ديالهم كاملين، القريعات ديال العطريه بالاحجام ديالهم كاملين، ابتداء كيف ما غتشوفوا معايا من 5 ديال الدراهم. شفتوا هاد لابارتي اللي لتحت هادي كلها 5 ديال الدراهم، شفتوا هاد القريعات ديال العطريه كاملين. عاد هادو بحال دابا هاد الستيل هذا اللي كيجي كبير، كيجي كيجي يعني بالملعقه ديالو، هادو كاين 9 دراهم، كاين 10 دراهم. كاين هاد لو ستيل هذا اللي كيجي فيه بحال التاج من الفوق 18 درهم، والاحجام وانتم طالعين كاين 18، كاين 20 درهم، كاين 13 ديغام كيف ما كيبان لكم هنا، كاين 15 هنايا على حساب واش بغيتوهم عاديين ولا بغيتوهم مرخمين. المهم انا غندير لكم غير هكا لان باش ما نجيش الفيديو طويل، غير باش تاخذوا فكره على المحل اشنو فيه. هانتوما شفتوا هادشي ديال الزيت، القريعات ديال الزيت، واتمينه كتبقى جد مناسبه، 18 درهم، 15 درهم، 25، 13 درهم. كاين هادو بحال دابا هادو غير 8 دراهم، كاين 7 دراهم دزت عليها نيت. كاين هاد القريعات هادو بالنسبه هكا العصير والماء والناس كيديروا السبور ولا كيتمشاو 13 درهم حتى هما. كاين هادو شوفوا معايا ديال البلاستيك ملونين، الثمن ديالهم 25 درهم. هاد البلاصه كلها قريعات، دابا جاي الصيف وما كاين غير الماء، والانسان خصو دائما يبقى يدغطي، ضروري ما تكون عندكم بحال هاد القريعات هادو. التشكيلات تاعهم فنين، شو كاين 13 درهم، كاين 8 دراهم، كاين 25 درهم، يعني جميع لي بيدجي كاينين متوفرين. وهنايا بغيت نوريكم هاد الكروسه هادي ديال التقديه اللي كنت وريتكم ديك المره، شوفوا معايا هنايا التشكيلات جداد، راه جاب فيها لوينات جداد خويا يونس. هادي شحال كتبقى؟ هادي 180 درهم فيها هذا سميتو هذا اللي كيميزها، هذا الميزه ديالها ان فيها هذا الرويض هذا. شوفوا كيفاش كيجيو، يعني ملي كتكوني مطلعه في الدروج ما كتعذبيش فيها، بحال واحد الميكانيزم كيف ما كيبان لكم، هي كدور مع الدرجه. كدور مع الدرجه، شفتوا
وفيها كيف ما قلت لكم بليزيوغ موتيف. انا غنوريكم كاين هذا لو ستيل هذا، كاين هذا الشكل، هذا اللوين هذا، كاين هذا اللي فيه الخضيضر، كاين هذا، هادو عاديين، هذا بحال ستيل ميليتير، كاين هذا لو ستيل، كاين ثاني هاد الزواقه هادي. هانتوما يعني عندكم لو شوا. وزوينه كي قلت لكم عجبتني في هذاك لو سيستيم ديال الدروج. والثمن ديالها بشحال كتبقى خويا يونس؟ هادي شحال كتبقى الثمن ديالها؟ 180 درهم فقط. هنا البنات كاينه حتى هاد الجهه، هاد المنظمه هادي عاود جابها ديال لا ماشينا لافي وديال الكرسي ديال الطواليت. شوفوا معايا يعني كاينين لي دوز، كنا قلنا في الفيديو شحال هادي، اين هي اللي كتمشي ليهم بجوج؟ هادي كتمشي ليهم نورمالمون بجوج، مي حنايا عندنا ديال لا ماشين الفوق راه نوريوها لكم. فوالا هادي غتمشي للطواليت، هاد بحال دابا ديال لا ماشين تمشي للطواليت، ولكن ديال الطواليت يمكن هي ما تمشيش لا ماشين ولا شي حاجه. ديال الطواليت ما تمشيش لا ماشين، ديال لا ماشين تقدر تمشي للطواليت. تمشي ليهم بجوج. فوالا هانتوما البنات شحال الثمن كتبقى؟ هادي 250 درهم. 250 درهم، زوينه الشكل ديالها فريمون، كتستغلوا الفوق ديال لا ماشين لافي اولا الفوق ديال الكرسي ديال لي طواليت، سورتو الناس كتكون عندهم مساحه يعني صغيره الفوق، عفوا يعني الناس كتكون عندهم مساحه صغيره مثلا ضيقه اما في لي طواليت اولا في لا سال دو بان. هنا البنات بغيت نوريكم لي طابي دو كويزين، حتى هما البنات راه جابهم تبارك الله، كاينه كميه يعني فريمون فيهم شكيلات زوينين. واللي زوين ان كيجي باك ديال جوج، يعني كتجي طابي الكبيره هادي راه فيها متر و80، فيها متر و80 تقريبا علين جوج متر. فوالا شتو كتمشي مع طابيه صغيره بحال دابا هذا. ها انتم بحال دابا هذه ديال الزيتون، شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره، شي حاجه فريمون زوينه. قلتو ديما كنتو كتوصيوني عليهم، كتسولوني عليهم ديال لا تشيكي جايين من تركيا، ماشي شي حاجه زوينه ولافابل، يعني هادو كتدخل لا ماشينا لافي كدغيا كتصبن دغيا كتساس ما كتشدش لا بوسيير. شتو كيفاش كتجي دايره؟ متر و80 و جو بونس هذيك شحال فيها؟ تقريبا 80 ياك ولا 70؟ تكون فيها 80. فوالا 80 هادي، وشحال كيبقاو؟ الثمن ديالو 140 درهم، كيبقاو الثمن حصري زعما الثمن هذا راه بالمقارنه مع الـ مع الـ مع الـ مع الجوده ديالهم. راه كان واحد البنات واحد المراه حضروني من وحدين، غير وحده دايره 100 درهم، وحده دايره 100 درهم، ولكن قالوا لي كتفرتت من التحت، كنا يعني كانوا قالوا لي كاينه في بعض الاسواق التجاريه الكبرى. هذا البنات ديال لا تركي كيمشيو جوج بثمن ديال 140 درهم، وراه جبنا لكم ثلاثه الموديلات وما عندك فيهم بزاف الزواقات، كاين بزاف ديال الزواقات. المهم 140 درهم، ودائما افيك لو كود برومو راه كيتقام لكم هذا الشيء بارخص. قبل ما نطلعوا الفوق ياك اخويا، بغيت غير نوريهم هذيك المقنات العجيبه ديال ديسيني، باقا عندك ياك؟ ديسيني باقي فيها واحد الكميه اللي محدوده، ما بقاش فيها بزاف، وما بقاش فيها بزاف. ها هي البنات شتو هذه فنه، هذه فنه، كتشوي فيها كطيبي فيها كديري فيها الخبز وكديري فيها الكيك بلا زيت بلا حتى شي حاجه واعره، وكتعطيك بحال حتى انا كنت واخداها من عنده، كيمشيو معاه ثلاثه ديال هاد التجليدات اللي كيكونوا هنا شتو. المهم زوينه هاد المقله هذه، بشحال كتبقى؟ الثمن حصري الثمن 250 درهم، كتبقى ب 250 237 درهم تقريبا. فوالا بالكود برومو هي اصلا داير لها ثمن زوين 250 مقارنه مع بلايص اخرين، وعاد داير لها مع لو كود برومو عفوا كتطلع ب 237 قلتي لي تقريبا. فوالا هنايا غادي ندوزو لهاد الورق ديال الحائط او هاد البابي اديزيف، تا هما البنات كنت وريتهم لكم عندهم اول مره، فريمون جابوا فيه تا هما لوينات جدادين. هذا الغليظ، هذا ديال ديال 8 هذا، ماشي داك الرقيق اللي كان، كاين الرقيق وكاين ديال 6، كاين ديال 4 و 6 و 8. فوالا هذا ديال 8، هذا هو اغلى دواء شتو، يعني حتى الناس اللي كيكون عندهم البروده اولا كتكون عندهم ليميديتي، هذا هو الدواء ديالها، وتيتقام عليكم بواحد يعني بواحد البيدجي اللي هو رخيص. تمام، كما كيبان لكم كيتباع الباكي ب 125 درهم، وواحد راه كتجي فيه وحده مطويه. اييه فوالا، شتو 70 على 77. شوف كيفاش كتجي دايره، وفيهم اللوينات غنوريكم، كاين هذا لو ستيل هذا تحجرت، كاين هذا تحجرت في الكري، كاين فيها البنات الابيض البازيك داك اللون هو هذا هو اللي كنلقاو دائما، وهذا البنت راه كيتصبغ، راه يقدروا مثلا الناس ما تاخذيش في هذا اللون تقدري تصبغيه باللون اللي بغيتي. كاين فيه الصومو ياك، صافي هذو هما الالوان اللي فيه، اربعه اللوينات، والثمن كي قلت لكم كيبقاو ب 25 درهم. هاد لابارتي البنات حتى هي فيها بحال دابا هاد الكربات، هادو البنات اللي كيتخشاو في الثلاجه كنديرو فيهم الخضر زوينين. كاين البنات جوج الاحجام، كاين هاد الشكل هذا او هاد الحجم هذا ب 13 درهم، وعاد كاين هاد لو ستي هذا باك كيمشيو بثلاثه، بثلاثه زوينه هادي، هذا كيمشيو بثلاثه، يتستعملوا في الثلاجه ويتستعملوا حتى في لي بلاكار ولي تيغوار ياك،
شفتوا كيفاش كاين يعني حتى الديزاين ديالهم زوين. كيمشيو ثلاثة بشحال؟ 30 درهم. 30 درهم، ها هي ثلاثة ب 30 درهم. شفتوا هاد لابارتي هنا كيف ما كيبان لكم فيها هاد البلاطوات هادو ديال البلاستيك، هانتوما بالأحجام ديالهم أولا بالأشكال ديالهم عفوا، يعني كاين فيها هاد اللي كيجي مستطيل، كاين الدائري، وشكيلات مختلفين، هذا كيجي بحال مربع. شتو فنين هادو كيبقاو ياك بعشرة دراهم، عشرة ديال الدراهم فقط. كاين هاد لابارتي كلها كيف ما كيبان لكم دي بواطون بلاستيك، دي رونجمون كيف ما كيبان لكم هنا ديال البلاستيك، هادي ديال لا فارماسي، كاينه هادي وكاينه هادي اللي كتجي دائريه، هادي هادي دايره 100 درهم، والعاديه دايره 50، وواحد الشكل اخر الاولى كاع دايره 45 درهم. وكاين هاد لي بواط هادو ديال الزبده ديال الكونفيتور، هادو دايرين 10 دراهم. كاين هادو حتى هما ديال الروز ديال الشعريه ديال القطاني، كلها كاين كاع الاحجام، كاين 25 درهم، 30 درهم، و 35 درهم. ولي بلاطو بيان سور اون بلاستيك حتى هما كلهم كاينين ابتداء من شحال؟ من 13. اه من 13 درهم، ها هي من 13 درهم. المهم كلشي هادشي تبارك الله، هنا ما بغيتش نركز لكم باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. ودابا غنطلعوا الفوق ياك اخويا يونس، دابا غادي نمشيو للبلاصه ديال لي برودوي، بقاو معايا وما تمشيو فين. اي فوالا البنات، حنا دابا طلعنا، بغيت نوريكم هاد لابارتي، بدا فيها واحد الكورنر هنايا كيف ما كيبان لكم، خاص بلي جوي، وبزاف ديال لي كادجيت خاصين بالوليدات. هادو كنت وريتهم لكم البنات في الفرع ديال يعني في الفرع اللي حدا المول ديال تاشفين. شوفوا معايا كاين فيه هاد الزليقه هادي زوينه دابا الصيف لوليداتكم، كاين فيه هاد لو بارك هذا اللي كتقلتي فيه شحال من 200 كره اللي فيه. كاينه هاد المشايه هادي، كاينه البنات هادي اللي كيلعبوا فيها جوج، كاين هاد البيرو هذا حمقني هذا زوين اللي يقدر يجلس فيه يرسم يلعب ويقدر حتى ياكل فيه، وهنا تقدري تخبي ليه مثلا هذاك الشيء باش كيرسم، وهذا زوين. واللي عجبني لافابل، يعني ملي كيتوسخ اولا هذا دغيا كتغسل ليه صافي كيرجع من داك الشيء. وعاد كاينه هادي حتى هي بحال هادي. المهم هاد لو كوا هنايا خاص بالوليدات الصغار، نتاسوني على الاثمنه 450 درهم. لو بارك بشحال كيبقى؟ 250 درهم. هذا فني ونتحطوا فيه لي بيبي. كاين هاد المشايه كتبقى ب 280 درهم. البيرو العجيب كيبقى ب 400 درهم، وهادو هي وهادي هادي 600 درهم، هادي 580، وهادي 580. فوالا دابا غادي ندوزو لهاد لابارتي. شوفوا تبارك الله هنا قداش الفوق، شفتوا تبارك الله فيها بزاف 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 ديال المنتجات. كاين سباس خصصناه كاع داكشي اللي عنده علاقه باللي برودوي د نيتواياج، فوالا، والمنظمات وياك في كلشي اللي عندها علاقه بالنيتواياج هنايا كاين. هانتوما هنايا لي بوبيل كيف ما كيبان لكم، كاينه هادو ديال اللي كتقدر ديري فيهم ياك يكفيها بالغطا، اه بالغطا ديالها هذا كديري فيها مثلا فارينه الفورس الدقيق، علاش لا، راه كاينين نيت لتحت السطيلات اللي كبر منهم شويه. هادو 13 درهم باش كيبقى، وكاينه هاد لي بتيت بوبيل هادو الثمن ديالهم 25 درهم. بالنسبه لا شومبغ كوشي ولا سال دو بان، نجيو لهاد البلاصه البنات هي فيها المنظمات. شوفوا معايا كلها هنايا دوك السطوله ديال الحمام، الكراسة هادي اللي كنمسحوا بها الغبره، الكراطات، كلشي هنايا المنظمات هادو اللي كنظموا بهم الثلاجه ولي بلاكار ديالنا. 5 ديال الدراهم هادو، شوف شحال زوينين هادو، دايرهم انا في البلاكار غزالين، تيجمعوا لك كلشي وتنظموا لك كلشي، كلشي تيولي لك باين، وكاين الناس اللي كيستعملوهم حتى في لي تيغوار. كاين هادي زوينه، هادي ديال المساج ياك، هادي ديال المساج بلياضي، فوالا كتجمع رجيلاتك فوالا، وفيها هنايا هادو هادشي، هادو هما اللي كيعطيو هما اللي كيديروا المساج، كتلصقهم هنايا، وهاد السطل هذا كتعاود تحلو وكت بحال داك السطل اللي وريتيني كيتجمع وكيتطوى. دابا تبارك الله كلشي ولا بليابل على حسب المساحه، كنعرفوا دابا اللي ديال لي زابارتومون كتكون صغيره، كلشي ولا بليابل، وفيهم اللوينات، كاين الموف، كاين الفيغ او، وكاين الغوز، والثمن ديالها كتبقى 80 درهم. هاد الاله ديال المساج، وكاين اللي غيستعملها حتى على حسب داكشي ديال البيديكور. بالنسبه لهنايا كاين هاد المنظمات هادو اللي ممكن ديري وحده، ممكن ديري جوج، ممكن ديري ثلاثه، هذا كتبقى 25 درهم الوحده زوينه. كاين هنايا هاد لابارتي كي قلت لكم ديال الجفافات، شوفوا معايا هادي شحال زوينه، هادي ما كتخلي لا غبره لا شعر لا حتى شي حاجه. شفتوا بشحال كيبقاو هادو؟ ميكرو فيبر 30 درهم. والعصا ديالها؟ العصا ديالها 8 درهم. 8 درهم في اللوان كاملين ديال داكشي، يعني بحال كتقام شي كدا 40 درهم هي والعصا ديالها. شفتوا هنايا هاد لابارتي انا غنوريها لكم بحال هكا، غادي نجيو ندورو هنايا لي برودوي.
كيف ما كيبان لكم ديال لا مارك لا سالود. كاين بدا هاد المعطرات هادو معطر ومنظف ديال الارض نكهات كاملين. كاين لا سالود وكاين كيريكو بجوج. اييه بجوجهم ماركات اسبانيين. بجوجهم اسبانيين. الاثمنه كيف ما كيبان لكم 13 درهم راح نديرها بلون لارج كنتمنى يكون باين لكم. هادو حتى هما كيبقاو 13 درهم فنين. يعني كاينه ديال السبا، كاينه ديال الخزامه، كاينه ديال الطالك، وكاينه ديال الورد. هنا كاين كيف ما كيبان لكم هذه ديال الحويج. هادو معطرات ديال الحويج. فوالا شفتوا هادو معطرات ديال الحويج 25 درهم. عرفتي الريحه ما نقولش لكم كتشمن. خمس دودين 25 درهم 13 درهم. كاين كلشي كلشي يعني ميم هذاك ميم المسحوق ديال التصبين ديال كيريكو كاين. هذا الحجم الاقتصادي الكبير شحال فيه 2 كيلو هذا تبارك الله. 6 كيلو ونص. 6 كيلو ونص ب 100 درهم. 6 كيلو ونص ب 100 درهم. شفتوا هذا كاين هنايا بحال دابا الليكيد ديال التصبين حتى هو ديال لا مارك كيريكو. كاين بشحال كاين 40 درهم. كاين حتى هذا 40 درهم. كلهم 40 شحال فيهم؟ شحال من 3 لتر. هادو كلهم 3 لتر 40 درهم. فيهم 4 لتر. اها. هادو ديال الحوايج الكحلين. هادو ديال الحوايج اللي فيهم اللوان. هادو ديالهم كاملين. فوالا كلهم 60 ولكن الا الكحل. فوالا ديال الملابس السوداء باش تحافظ على الكحوليه مثلا ديال لي تيشيرت وديال الجليبات اولا العبايات كتاخذوا هذا 65 درهم في 4 يطرو. وعاد كاين هذا ديال اللوان، كاين هذا ديال لو سافون دو مارسي الناس اللي عندهم بشره حساسه ولا غتصبني للوليدات الصغار، وكاين هذا كيمشي لكل شيء كيف ما كتشوفوا معايا وكلهم كيبقاو ب 60 درهم 4 يطرو. هذه اشنا هي ديال المنظف ديال اش هذا اول مره نشوفه. هذا ديال المراحيض. ديال المراحيض تاو بحال فيه شي يمكن بانيوس. وهذا ديال الحمامات وديال المراحيض هذا الثمن ديالو 15 درهم منظف هذا وكيعطي لك اللمعه. فيه 2 لتر هذا شكروا الناس بزاف. هذا اول مره دابا ناخذ هذا ما عمرني خديته. هذا شنو هو؟ ديال لاسالود هذا. ديال لاسالود انا هذا عندي زوين. هذا العود اي حاجه فيها العود تقدر تمسح به البيبان حتى البيبان العود والسلادر. شفتوا ها هو البنات الثمن ديالو 35 درهم وراه كيدي معاكم فتره طويله لانكم كتستعملوه غير شويه في ان شيفون. فوالا وكديروا شويه في داك سورتو الا كان ميكرو فيبر بحال دوك اللي شفتو في الاول ديال 5 دراهم كتمسحوا من داك الشيء وهذا كيبقى ب 35 درهم. هذا البنات اللي كيسرح لافابو اللي كيكون مخنوق شفتوا كيفاش كيجي. لا مارك كيريكو 18 درهم. كاين هادو 3 في 1 هاد المنظفات هادو كيجيو على شكل جل ديال لي تواليت. هذا كاين 13 درهم باش كي نورمالمون. هذا 3 في 1 يعني فيه حتى الريحه. هذا فيه حتى الريحه زوينه فيه معطر. هذا غير منظف. الخضر فيه معطر. هذا وهذا فيهم معطر. فوالا نجيو لهاد لابارتي هنايا الفوق. كاين هاد لي ساك بوبيل. كاين هاد بوبيل راه ديال 50 لتر كبار. فوالا كبير تبارك الله ب 25. شوفوا قداش البنات هذه ب 25 درهم انا كناخذها ب 40. كاينه هذه ديال الورق. كاينه هذه سمحي لي قطعت جوج. لا هذه هذه الناس بزاف كيطلبوها كتغسل بها لا ماشين لافي. هذا هو الفرق. دابا هذه ملي كتولي فيها الريحه ولا كتولي فيها شي ريحه خايبه كيديروها غير بوحدها ويخدموا لا ماشين لافي. خدموها كتغسل لا ماشين لافي. فوالا زوينه هذه 25 درهم. استعمال كاينه الطريقه ديال الاستعمال هنايا. اللور ساهله راه موضحينها لكم انا غنوريكم موضحينها لكم واخا كتبوها بالاسبانيه موضحينها لكم ب يعني بالتصاورات فريمون كترد زعما لا ماشين كتشعل. غزاله 25 درهم. وعاد كاين هاد هاد الورقه هذه اللي كنوريكم دائما باش ما يتخلطوش لكم اللوان ديال الحويج كتلوحوا ورقه من هادو الثمن ديالها 18 درهم وفيها 20 ورقه. فوالا وهنايا هادو منظفات ديال اليدين كيف ما كيبان لكم. ونجيو لهاد لابارتي هادي اللي فيها هاد انا درنا لكم لا غام كامله ديال الميتال. فوالا من راس الراس الراس. شفتوا يعني هذا واش الشكل الجديد كلهم هادو اش كاين بزاف ديال الاشكال الجديده. هذا حيت اول مره يمكن نجيب هذا الستيل. هذا شوفوا اللي كيكون فيه بالغطايه ديالو شتي كيفاش كيجي دايروا فيهم اللوينات. هذا فيهم جوج الوان يمكن صافي. لا فيهم كاع اللون صراحه فيهم حتى البيج والبيض والكحل. وهذا بوحدو اللي فيه الاحمر. هذا لاختيكل هذا بوحدو فوالا ما تبقى كلهم فيهم البيض والبيج والكحل. شتو والاثمنه بحال دابا دايره فيها 4 ديال لي زيطاج ب 400 درهم. فيها 4 ايطاج كيف ما كيبان لكم. يعني تقدري ديري هنا مثلا الخضره وهنا تقدر ندير الخبز. تمام فوالا ما نستاش هذه ديال الخبز. وكاينه بوحدها عاوتاني فوالا زوينه هذه والله الا زوينه. كاينه هادو اللي فيها غير 3 بشحال كتبقى؟ هذيك 260 درهم. 260 درهم هذه بلا غطايه اللي كتجيب الغطايه
ديالها. هذه فيها الصغيره والكبيره، كاينه الصغيره ها هي 250 اها، وهذيك 400 درهم، وهذه 400 درهم، ولكن راه كبيره وبالغطايه ديالها، وعاد فيها هذا الديزاين هذا ديال القنب. عاد كاينه ديال جوج حتى هما اللوينات، كبيره وكاينه الصغيره اها، وكاينين لي بوبات ديالهم فيهم ثلاثه د العبارات، يعني الا بغيتي تاخدي لا غام كامله كتجي مع بعضياتها. وتا ديال لي سال دو بان، كاينين تا ديال لي سال دو بان، كاين اللي فيها الشيته وكاين اللي ما فيهاش الشيته ديالو. ها هما البلاصه شفتو. وبالنسبه للاثمنه نرجعوا هنايا، هذه اللي فيها جوج كبار كبيره 280 280، هذه 260، الفرق اللي بيناتهم هي هاد الزواقه، هذه ما فيهاش، هذه فيها، شفتوا دا هو الفرق بيناتهم. وعاده هذه كتبقى ب 220 درهم، لا بوبيل كتبقى ب 200 درهم. هذه باش زوينه غير كديري رجلك هكا ما كتقيسيش لا بوبيل، انا عندي بحالها في الدار وصافي. ونكمل معكم هنايا، كاين حتى الجفافات بيان سور بالشكيلات ديالهم غنوريهم لكم. قبل بغيت نوريكم هاد المنظمات، كاينه هذه اللي بحالي وريتكم قبيله غير هي ما غرقاش بزاف، هذه دايره 13 درهم. وعاد كاين هذه اللي كتنفع بزاف، كدار في الباب ديال لي بلاكار، زوينه ها نتوما شوفوا شحال كتهز. كاين سيدي كدير فيها غير لي ساك بوبيل، بلاستيكات مثلا، ساشيات، حتى هي كتبقى ب 13 درهم. نجيو لهاد لابارتي هي اللي قلت لكم فيها هادوك الجفافات، الاشكال ديالهم تقريبا كاملين، يعني كاينه هذه اللي كيسميوها الشرشوبه 100 درهم، كاين هاد لو ستيل حتى هو ديال 100 درهم، هادو كلهم كنظن ديال تركيا جو بونس، ديال تركيا كلهم ديال تركيا، سمعتو بهم تركيا. هاد لو ستيل هذا كبير، هادي فيها الروايد، هادي فوالا حيت فيها الروايد، ها نتوما الاخرين غير عاديين، شفتوا هادي فيها الروايد، تقدر تجرها كتبعك هادي كتهنيك شفتوا. كتبان غليظه، كتبان حتى في يعني لا كاليتي ديالها احسن، والثمن كتبقى ب 200 درهم. وعاد كاينه هادي شفتوا، هادي كتبقى ب 130 درهم، حتى هي كتجي صغيره ما كتاخذش حتى هي لاسباس. واحد الحاجه اللي كانت عجباتني قبيله فاش ها هي اللي عجبتني، شفتوها شوفوا شحال زوينه. هادي كاين جوج تشكال، كاين هاد الستيل هذا نتوما كديروا الليكيد كتحطيها فوق البوطاجي ولا في لافابو، كديري الليكيد غير كتوركي هكا فوالا وكيخرج الليكيد، زوينه الستيل ديالها انيق. وشحال كيبقى الثمن؟ 25 25 درهم. كاينه هادي، كاينه وحده اخرى بانت ليا ماشي هادي بلاتي، كان واحد الستيل اخر بان ليا، المهم الا شفتو غادي نوريه لكم. كاينه هادي تقريبا بحال هيا كيدير تاهي 25، كاين هادي وكاين هادي بجوجهم 25 درهم. وكاينه البنات هادي زوينه بالنسبه لي طواليت، هادي كتعلق بحال هكا في الحيط وكديري فيها الليكيد حتى هي زويونه. هادي الثمن ديالها كتسميتها مسيو براتيك، راه ما بقاتش فيها بزاف، هاد الكميه قال لي خويا نس اللي هنا هي اللي بقات، والثمن ديالها 20 درهم. ها هي البنات اللي قلت لكم الاخرى، شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره. هادي فيها الكاس هنايا، فيها بلاصه ديال الطورشون وبلاصه فين كديري هذيك السلك وهذيك اللي كتغسلي بها المعينات. ما هي البنات هي الشكل ديالها كيجي انيق وكيجي شيك، الثمن ديالها كتبقى ب 30 درهم. هنا هاد لابارتي البنات كاين لي بوبيل الاحجام ديالهم كاملين، كاينه 65 درهم، كاين 80 درهم، شفتوا. وهنايا بغيت نوريكم هاد المنظمه هادي زوينه بحال ديال ايكيا، شفتوا كي كتجي دايره، ها هي غير هادي كمية محدودة، الثمن ديالها كتبقى ب 130 درهم، 130 درهم. هادي هي المنظمة اللي قلت لكم قبيلة، كتجي ديال لاصال ديال الحمام وديال لاماشينا لافي. المهم أنا درت لكم واحد الدور هنا غير باش تشوفوا معايا هاد لابارتي الفوق أشنو فيها. تابع القناة، وصلنا لنهاية ديال الجولة ديالنا في الفرع الثاني ديال المحل ديال لو بافيون تورك اللي قرب لكم وحل في المنطقة ديال الولفة. كنتمنى الفيديو تكون عجبتكم، حاول تكون فيديو خفيفة ظريفة اللي ما تكونش طويلة بزاف، جيو نتوما واكتشفوا المنتجات. كنعاود نذكر انهم كيحلوا من 10 الصباح حتى 8 ونص ديال الليل، وما عندهم حتى شي جوغ دغوبو، عندكم كود برومو المتابعين ديالي فقط عندهم كود برومو ناقص 5% على اي حاجة عندكم في المحل. وغنخلي الكلمة لخويا يونس. مرحبا بكم، وباش ما نطولش عليكم بزاف كنتسناكم غدا مع 10 الصباح ان شاء الله، يعني غدا الافتتاح، حنا جينا صورنا قبل الافتتاح، مي غدا ان شاء الله غيكون الافتتاح الرسمي ديال الفرع. الله يكمل عليك بالخير، وان شاء الله كنتمنى انكم تجيو وتشجعوه. كنشكركم. قبل بغيت نسولك على ليفريزون، سينا ليفريزون، ليفريزون بالنسبه للنيميرو راه لو ميم، نفس ليفريزون بلو رابيد. علاش؟ حيت بالنسبه للناس اللي في الحسن العلوي وعين برجه والبرنوصي واناسي وديك الجهه كامله غنليفريو من ديك الجهه، وبالنسبه للناس ديال المعارف بورغون صح هاد النقطه غتكون يعني واحد لاغابيديتي شويه في ليفريزون صح. فوالا يعني هذا التوصيل كاين في مدينه الدار البيضاء وغيكون اسرع، لان ملي ولا فرع ثاني يعني غيكون اسرع، وايضا كاين حتى المدن
حتى المدن، يعني اللي عجبتها شي حاجه وبغات توصل بها في اي مدينه كنتي في المغرب، يكفي انك غير تواصلي مع الرقم ديال الواتساب اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف، وايضا غنخلي لكم حتى في الشاشه، غير تواصلوا معاهم واي حاجه عجبتكم توصلكم حتى لعندكم. والناس ديال كازا بيان سور راه نتوما الاولين اللي عجبتكم كتوصلوا بها الا ما بغيتوش تجيو المحل. فشكرا لك اخويا يونس، وكنبغي نسلم على جميع المتتبعين ومرحبا. الله يحفظك لي اخويا يونس، شكرا لكم بزاف بزاف متابعاتي ومتابعيني الاوفياء على حسن المتابعه. كنتمنى كي قلت لكم لا فيديو تكون عجبتكم. مباشره غادي نخلي لكم النعت ديال المحل، يعني راه ساهل، يعني من 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 المستشفى ديال الشيخ زايد كتبقاو جايين طول وكتدوروا على يدكم اليسر، غير تبعوا معايا الطريق وغادي تجيبكم حتى المحل. مرحبا بكم غدا في الافتتاح، شكرا لكم بزاف، وغادي نقول لكم بسلامه ونتلاقى ان شاء الله في فيديو جديد. بالنسبه للناس اللي غيبغيو يجيو المحل الجديد اولا الفرع الثاني ديال المحل ديال لو بافيون تورك اللي بيع الاواني التركيه، دابا غندير لكم لو بوين دو ريبير بمستشفى الشيخ خليفه بن زايد، ها هو خليته على يدي اليمين، وغادي نبقاو غير غاديين طول. المهم غيتبعوا معايا الطريق ان شاء الله وغادي توصلوا حتى المحل، وبيان سور غنخلي لكم لوكاليزاسيون في صندوق الوصف. بالنسبه لهذا الفرع، هذا هو الفرع الثاني كيف ما قلت لكم. الفرع الاول راه كنت ديما كنصور لكم فيه في القناه، يعني كيجي قريب المول ديال تاشفين سنتر، وهذا هو الفرع الثاني اللي غيكون ان شاء الله الافتتاح ديالو غدا الخميس. يعني المحل ديال بافيون تشوك كيحاول ما امكن انه يقرب لكم، علاش لا، يفتتح عده فروع وديما غادي في الجديد ان شاء الله باذن الله. هانتوما غير تبعوا معايا الطريق، يعني من المستشفى بقينا غاديين غير طول. هذه هي المنطقة ديال الولفة، هانتوما البنات. شتو غنبقاو غاديين غير طول، هما راه فهادوك العمارات اللي لهيا، راه من هنا كيبان لينا لو بافيون تورك من هنا، يعني غنبقاو غير طول. ما عندكم فين تكلفوا، وغادي ندورو الدوره على ايدنا اليسر فقط. فوالا انا غنوقف هنا، كاين الفيغوج، فوالا ها هو دابا الفيغوج ديريكتومون كيف ما قلت لكم. كنبقاو غادي نطول، كاين الرون بوين هنايا كندورو عليها اوتوماتيكمون على ايدنا اليسر. هانتوما كاينه هاد بريكوموند ديال، كاين هاد هنايا دي زابارتمون جدادين زوين، هاد لي شونتي هنا فيهم دي زابارتمون غزالين. وهذا هو المحل ديال لو بافيون تورك الفرع الثاني كيف ما قلت لكم.